التي سنرى على هذه الوقفة الإخبارية المجزأة. أهلا بكم جديد مشاهدي الكرام، دائما ما نلتقي مع حضراتكم ويكون لنا فقرة ثابتة دائما في فقرات هذا الصباح في كل الأيام، وهي فقرة صاحبة الجلالة أو فقرة الصحافة وماذا قالوا فيها والمنشطات الرئيسية وأيضا مناقشة لأبرز مواضيع الساعة داخل أوراق الصحافة. لنتحدث دائما عن العناوين والمنشطات الرئيسية. بنشوف من جريدة الأهرام إصرار إخواني على تعطيل الدراسة وتدمير المنشآت العامة وطرد طلاب الأزهر من المدرجات واشتباكات مع الأمن خارج جامعة القاهرة، وده طبعا يمكن المسيطر تماما على كافة مجريات الأمور في كل الصحف المصرية. لكن أنا بكل أسف أنا عايز أوري حضراتكم الصورة دي لأن هي استوقفتني بالفعل، يعني إن احنا نشوف المنظر ده وهيعلق عليها طبعا ضيفنا الكريم في هذه الفقرة. احنا نشوف صورة الإخوان بالشكل ده، أو احنا فين؟ يعني احنا هل احنا جوه مصر؟ يعني هل الصور دي اللي احنا بنشوفها من المفروض من فتياتنا المحترمات اخواتنا نشوف الشكل ده؟ يعني على الشكل ده احنا نشوف منظرهم وهم لابسين اقنعة بالشكل ده؟ كنا بنعيش في من الايام على اقلعة فانديتا، وازاي الناس تلبس اقنعة في الشارع، بقيت الفتيات هي تلبس الاقنعة في كل مكان، وده اللي شفناه طبعا من جريدة الوطن. الجامعات بتحترق والحكومة بتكتفي بالاطفاء، يمكن كل الجرائد بتركز على موضوع معين وهو الموضوع ده، على موضوع الساعة كان بالأمس حرق مدرعات الشرطة وحرق أجهزة الشرطة والكثير جدا من الأشياء. وأيضا في جريدة الأخبار مكتب الإرشاد داخل قفص جنايات اليوم، وده كان عنوان رئيسي عندنا، بديع والشاطر هيكونوا ينفذوا أمام محكمة اليوم، ودي من أبرز المنشطات الرئيسية أو الموجودة عندنا. بناخد آخر منشط عندنا في المصري اليوم، بنشوف العفو من رايتس ووتش و11 منظمة حقوقية بيجيبوا فتح تحقيق جاد في مقتل معتصم ربع، وده كان عنوان من المصري اليوم، ومقتل ممول التكفيريين الأول في سيناء، والجيش كان يرصد 50,000 جنيه لقتل الضابط الواحد و25,000 للجندي. ده خبر هام وغاية في الخطورة ورد في لسان المصري اليوم أو ورد على صحافة المصري اليوم. يمكن ضيفنا الكريم النهارده إن شاء الله هيناقش معانا الكثير ونتعمق كثيرا فيما جرى بالامس في مجريات الساحه، ويمكن موضوع الازهر وموضوع العنف في الشارع المصري بشكل عام هيكون موضوع نقاشنا في هذه الفقره. ضيفنا الكريم الاستاذ محمود بكري مدير تحرير جريده الاسبوع، مشرفنا استاذ محمود، اهلا بيك. صباح الخير. قراءتك ايه قبل ما نخش في موضوع الجرايد ونناقش اللي بيحصل في الشارع، لما نشوف صوره زي دي المعالجه الاعلاميه بتاعتها ايه والمعالجه الصحفيه ليها ايه؟ دي بتورد الناس دي خارجه عن القانون، ولا بتصدر للناس منظر تاني خالص ومنظر ان انا لا انا مش في دوله، انا خايف، انا مش هنزل الاستفتاء، انا عندي مشاكل في الدوله دي؟ اولا اسمح لي ان انا اعبر عن مشاعري الشخصيه قبل ما اتكلم عن اتفضل يا فندم. الحاصل انا غاضب مثلي مثلك ملايين المصريين لما يحدث في الشارع، غاضب من اللامبالاه والاهمال اللي بتمر بيهم الدوله المصريه، غاضب من السلبيه اللي بتتعامل بها القوى السياسيه والاحزاب المدنيه مع ما يجري هناك. صمت مطبق، لا مواجهه، لا حديث، لا مؤتمر، لا تنديد، يتركوا الجيش والشرطه فقط يدفعوا الثمن والتضحيه باولادهم في مواجهه هذا الارهاب. غاضب لان الدوله المصريه بعد 30/6 لم تتحرك فعليا لمواجهه ما يجري من ارهاب. التحرك الذي اقصده ليس التحرك الامني، التحرك الفكري والتحرك الاعلامي الممنهج وفق خطه استراتيجيه واضحه المعالم. في المقابل لديك خصم وعدو داخلي لديه ابعاد خارجيه يتحرك وفق منهجيه واضحه. خلينا نرصد من وقت اعتصام رابعه ايه اللي حصل. نمره واحد، سياسه الاعتصامات بعد 30/6 بدات مراحل مواجهه جماعه الاخوان الارهابيه وانصارهم للدوله المصريه والكيان المصري وفق عده مراحل. احنا دلوقتي انا بسميها المرحله الرابعه. المرحله الاولى بدات مرحله الاعتصامات اللي شفناه في رابعه وفي النهضه وفي درجه وفي كرداسه، كان بدايه الاعتصامات. اثنين، لما فضل الاعتصامات بدانا المرحله الثانيه وهي مرحله المظاهرات الحاشده اللي كانت بتجوب الشوارع. المرحله الثانيه اللي بتحقق اهدافها بدات مرحله الاغتيالات، واللي بدأوها بمحاولة اغتيال وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم في 5/9، ثم قتل الشهيد محمد مبروك. حين لم تحقق هذه، طبعا كان عدة محاولات واغتيال عدد من الضباط ومحاولة اغتيال عدد من القادة بما فيهم أحد قادة الجيش في سيناء، ثم بلغت المرحلة الرابعة وهي مرحلة حرق مصر. نحن الآن
في مرحلة حرق مصر. ما يجري في الجامعات على مدى الأيام الماضية، إحراق سيارات الشرطة، إحراق مدرجات الكليات، تحطيم أبواب الجامعات، إشعال النيران في المدينة الجامعية في الأزهر، إشعال النيران في إطار ومحيط جامعة القاهرة، في جامعة أسيوط، هذا مخطط لحرق مصر وليس مجرد عمل. طب إيه المعالجة يا أستاذ محمود؟ أنا هقول لك، قبل ما نتكلم عن المعالجة لازم نفهم المخطط وأبعاده وأهدافه. اللي بيحصل في مصر الآن ليس عمل جماعة الإخوان فقط. كلنا ندرك وبنشوف بين الحين والآخر بيانات تصدر مما يسمون أنفسهم أنصار بيت المقدس، ممن يسمون أنفسهم جند الإسلام، المرتبطين بشكل مباشر مع حركة حماس في غزة، المرتبطين بجماعة الإخوان، المرتبطين بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، المرتبطين بتنظيم القاعدة واللي بتنشر جريدة الوطن من اتصالاتها مسجلة بين محمد مرسي وبين أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة تكشف هذا الأمر. المسألة النهاردة ما عادتش تنظيم معين، أصبح في تنظيم دولي يضم كل الفعاليات التي ترفع شعار الدين والدين منها براء وتحارب مصر. طبعا خد بعين الاعتبار عندك 6 مخابرات دولية بتحاربك. لا بدايتها يا فندم ان تتصدر الشعار اللي هم رافعينه وده تصدير دولي من تركيا، يعني على سبيل المثال يعني. عندك 6 أجهزة مخابرات بتحاربك، سيبك من لعبة السياسة ومحاولة الليونة احيانا والتشدد احيانا اخرى. عندك المخابرات الامريكية والمخابرات البريطانية والمخابرات الفرنسية والموساد الاسرائيلي والمخابرات التركية وامن الدولة القطرية، هذه الأجهزة الستة كلها وفي وثائق وأوراق ومحاضر اجتماعات بتتم سواء في هيرتزليا في إسرائيل أو في مقر الخارجية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الأجهزة تشتغل في قبرص، في اجتماعات بتتم في قبرص، هذه الأجهزة بتشتغل ضدك في مصر. المطلوب إسقاط الدولة المصرية، ليس المطلوب فقط إسقاط الدولة المصرية، المطلوب إسقاط المنطقة العربية كلها. طب ليه فندم المواطن مش موضوع في الصورة دي عشان يكون ملم بالأحداث؟ أنا هقول لك ليه وهقول لك مين المسؤول، مين السبب في هذا الكلام. المخطط ده مش بيستهدف مصر بس، عشان برضه نبقى فاهمين الصورة. إحنا لو أنت قريت سيناريو ما يجري في المنطقة العربية كلها دلوقتي هتلاقي ما يحدث في مصر يحدث شبيه له في ليبيا، يحدث بس مع اختلاف الصورة. أنا بتكلم على التنظيمات القاعدة وغيره اللي بتقوم بأدوار معينة، بيحدث في تونس، بيحدث في العراق، بيحدث في سوريا، بيحدث في السودان، بيحدث في اليمن، بيحدث في الصومال. 8 دول عربية الآن مستهدفة بهذه التنظيمات، يعني بتلعب لعبة أن تقتل المنطقة العربية وتدمرها. ده كله بيصب لمصلحة مين؟ بيصب لمصلحة إسرائيل، عشان نبقى فاهمين في نهايه الامر. المخطط مخطط التقسيم والتفتيت اللي بقينا نتكلم عنه من ايام اسرائيل شحاك سنه 1981 لما اعلن هذا المخطط، النهارده بيتنفذ واحنا مغيبين ومتصورين ان في جماعات كان لها دور سياسي وظلمت. هذه جماعات ارهابيه وعميله وخائنه وتمارس دور مرسوم سلفا ومحدد مسبقا والمقصود تنفيذه في المنطقه العربيه، ومصر جزء منه. المشكله اللي عندنا ايه؟ الخلل، اين هو الخلل؟ الخلل من بعد 30/6 في الدولة المصرية يكمن في بياني ان احنا تركنا الشرطة والجيش وحدهم يتصدوا لما يجري، بمعنى الحل الامني، اخترنا الحل الامني والمعالجة الامنية فقط. طيب من المعروف ويمكن عندنا تجربة سابقة لو بس حد للأسف ان احنا ذاكرتنا صغيرة، حد في الدولة لو حد في الدولة المصرية بيفكر بس ويتذكر الماضي ويبني عليه نقدر نوصل لحلول. في تجربة سابقة خدتها الدولة المصرية بعد أحداث 81 بعد مقتل السادات، لما الجماعات الإسلامية ألقي القبض عليها ووضعت في السجون المصرية المختلفة، جرت حاجة برعاية أمن الدولة وقت ذاك اسمها المراجعات الفكرية والفقهية والفكرية. كنت الله عليه طبعا أحمد رأفت يعني كان رأس، كانوا بيجيبوا علماء ثقات لديهم مصداقية في الشارع ولديهم علم غزير قادر على اقناع الاخرين بوجهه نظرهم. الفكر لا يضل بالفكر. وكانوا بيعملوا ندوات داخل السجون وتنقل على الهواء وتذاع وتبث في قنوات التلفزيون المصريه. كان نتيجه ده ايه؟ وابرزهم طبعا دكتور نجاح ابراهيم ودكتور كان نتيجه ده انحسار دور الجماعات الاسلاميه وتنظيم الجهاد في الشارع. 2 انفضاض الناس من حولهم نتيجه سقوط الفكر بتاعهم. 3 ان الامور وصلت لمرحله المراجعات الفقهيه والفكريه والاصدارات الاربعه اللي اصدرتها الجماعه الاسلاميه في هذا الوقت بعد ذلك في التسعينات
وصلت الى حد اعلان مبادره وقف العنف. اذا احنا حققنا انتصار فكري واعلامي. ليه؟ وقتها كان الفكر شغال من خلال رجال الدين والعلماء اللي بيشرحوا ويوضحوا ويفندوا كل الاكاذيب مما يسندون الى ايات من القران والسنه ويحاولوا ان يوظفونها لمصلحتهم ومصلحه ارهابهم، في مقابل النهارده تجاهل كامل لكل ما يجري في مصر. اللي احنا شايفين رجال الدين بيطلعوا ويتكلموا، صحيح، ولا احنا شايفين دور اعلامي ممنهج. سيبك من اعلام البرامج والموضوعات والقضايا اللي بتطرح، الدور الاعلامي، الخطه الاعلاميه الممنهجه، اين هي الخطه الاعلاميه الممنهجه؟ احنا الان بنترك الساحه فريسه للارهابيين. فريسه لهم ازاي؟ الارهابيين بيتحركوا في الشارع بادواتهم والياتهم، وبيعملوا كل اللي عايزينه، يتواصلوا مع الناس بطريقتهم، سواء عبر ارهاب الناس او عبر الضغط عليهم او عبر تخويفهم او اقناع البسطاء بكلام كاذب، او من خلال تجاهل اعلامنا بشكل عام عن هذه المواجهه. طيب استاذ محمود، عايزين نشوف بس من جريده الوطن انقسام داخل الاخوان حول المشاركه على الدستور بنعم او بلا، وحملات سياسيه وشعبيه للتصويت بنعم، والنور بيؤكد استمراره لدعم الدستور. قراءتك لمشهد التصويت على الدستور هيكون ايه؟ انا الناس خايفه؟ انا حول لحضرتك حاجه، وخلينا نتكلم بصراحه. اتفضل يا فندم. لان احنا في لحظه محنه، وفي لحظات المحن اذا لم نتحدث بوضوح وبصراحه، واذا ضحكنا على انفسنا، واذا خدعنا انفسنا بالكلام المنمق والكلام المزوق والمجمل، يبقى احنا بنحكم على البلد دي بالسقوط والفناء. الواقع يقول ان هناك عمليات ترويع تتم للمصريين في مختلف الانحاء. النهارده انا اعرف مثلا في جامعه الازهر مئات الطلاب غادروا المدينه الجامعيه خوفا من عناصر الاخوان اللي موجودين في الجامعه. مئات. وانا بقول لك واقدر استشهد لك باسماء ناس في قريتي في الصعيد في المعنى في اقصى صعيد مصر سابوا الجامعه كتير جدا تخوفا لانه الارهاب يمارس في كل وقت وفي كل لحظه عشان يروع الاخرين، لا يخليهم يذاكروا ولا يخليهم يشوفوا مستقبلهم ولا اي حاجه، وهو المقصود بلطجه وتخريب للعمليه التعليميه وتخريب للمؤسسات التعليميه. واعتقد صور منشوره النهارده عن تحطيم المدرجات في جامعه الازهر، عن احراق اماكن كبيره جدا وتحطيم ابواب رئيسيه. امبارح منظر الفتيات اللي بيقولوا عليهم حرائر، دول حرائر ايه بقى؟ الجرائم يتسلقوا ويدخلوا كليه الصيدله ويضربوا الموظفات ويضربوا الاساتذه بتوع الجامعه بالمقشه. بالمقشه بيضربوا، وبعدين لما يتحكم على بلطجيه منهم يجوا يقولوا حرائر وسيدات وحكمتوا ليه على البنات، وياخدوا تعاطف من الشارع. اي تعاطف؟ وتعاطف مع مين؟ تعاطف مع ارهابيات؟ دول لازم يطلق عليهم انهم بنات، دول ارهابيات ومجرمات. ولازم يتحكموا محاكمة عادلة وسريعة، والكاميرات مصوراهم. أنا مش عارف، مستغرب امبارح تقول لك اتقابل على 10 أو 15 في محيط جامعة الأزهر والقاهرة في دول الاحتجاجات، بقى كل الإرهابيين اللي كانوا في الشارع دول وتاخد منهم 10 أو 15؟ هم اللي كانوا موجودين قدامنا في الصورة دول مين؟ وبيعملوا إيه بالظبط؟ أنا بقول إن إحنا للأسف إحنا عندنا حالة تكلس. إذا استمر الوضع بهذا الشكل الاستفتاء لن يمر. وانا بقولها ومسؤول عن كلمتي، واحاسب بعد انتهاء الاستفتاء. لن يمر، او اذا مر هيمر بنسبه محدوده جدا وبسيطه جدا، عشان نتيجه الدستور 2012 كان افضل، او بالظبط المشاركه كانت اعلى والناس موافقه عليه. كل اللي بيتم دلوقتي من خلال محاوله احراق الجامعات وتوظيف الطلاب والطالبات لارهاب وترويع المجتمع، كل اللي بيتم ده مقصود بيه حاجه واحده بس، اللي يمر بالاستفتاء. واذا لم يمر بالاستفتاء لا هيبقى عندك انتخابات برلمانيه ولا هيبقى عندك انتخابات رئاسية، لأن أمر طبيعي الانتخابات قائمة على الاستفتاء. طب إذا رجع الاستفتاء أو كده. محمود، تصريحات الدولة في السياق ده، تصريحات وزارة الداخلية وتصريحات الجيش وتصريحات وزير التنمية المحلية إن هم يضربوا بيد من حديد والاستفتاء هيمر، يعني هيمر، تقييمك للتصريحات دي إيه؟ تقييمي أن هذا كلام غير مستند إلى واقع في الشارع. تقييمي أن هذه أحلام وطموحات فوقية لا تجد ما يسندها في الشارع المصري. انزلوا الشارع يا جماعة. انزلوا الحواري، انزلوا البيوت، شوفوا القرى، شوفوا الكفور، شوفوا النجوع بتفكر ازاي. الكلام السياسي ده اللي من فوق اللي انتوا بتحاولوا تقنعوا بيه الناس بيقابلوا في الشارع تحت صد ورد وقوه في المواجهه وعمليات ترويع وعمليات تخويف. الكلام ده اللي بيقولوه انا لا اصدقه مع ايماني بحسن النوايا بتاعت المسؤولين، لكن هم للاسف مش عارفين الصوره تحت في الشارع. أرجوكوا استندوا إلى تقارير صحيحة، استندوا إلى تحريات صحيحة، نزلوا ناس أمناء يقولوا لكم إيه اللي بيحصل في الشارع. الشارع النهارده محتاج مواجهة، والمواجهة لم تبدأ بعد. الحد الأمني هو حل موجود طول عمره.
هنا تحدث مظاهره بعدين حتى في اطار الحل الامني. انا عايز اسال سؤال، انت عندك جامعه الازهر من وقت ما حاول الارهابيين طلاب الارهابيين دول